قلبي قلبي ما بيحمد. والله تستاهلي يا دكتور. مش انا، مش انا، صدقني انا ما عملت شيء، انا ما عملت شيء. الدرة تتبهدل بعد هالعز كله، درة بإيدي الكنفسة. ليش يا ربي ليش؟ إذا مش أنت، لكن مين؟ مين يلي قام بالجريمة؟ يا ريت بعرف، فكرك لو بعرف ما كنت خبرتك. أنا لو عندي معلومة صغيرة كنت بسرعة قلت لك إياها. أنا مع الحكومة، أنا مع القانون. طيب إذا مش أنت، بمين بتشكي من الطلاب؟ والله يا حضرة الملازم بشك فيهم كلهم، كلهم كلهم مجرمين، كلهم ممكن يكونوا قاموا بالجريمة. خليني خبرك، هيدا مروان أكتر من مرة شفته حامل السلاح بالبرامو وعم بيغني للسوار، هو ونسيم. ما بعرف إذا كانوا عم بيحضروا لشيء انقلاب. أنا شفتهم ما بيتأمل. ومرة كمان رفيان حمل معهم سلاح، خصوصا رفيان عيناه بتحكي بيضمر شر. كل مرة بقول له شو عامل ولك شو عامل وهو بيمكن. ايه وشو بعد؟ يلا طلع يلي بقلبي. ولك يا ابني دخيلك، انا ما بحمل. مين ضربك او دق فيكي؟ حرقني، حرقني انت. ما ضربتني بس عم تضغط علي نفسيا، عم توجع لي نفسيتي. بلا حركاتك حافظينا، شو بعد بتعرفي يا درة؟ حرقني، رح اربحك، ما رح كذب. يلا كمان اللي بعرفه انه حنان، حنان ايه بتضل تعمل مشاكل بالاكاديميه، يعني عندها ثوابت. ما بشينا من دبتي، ممكن تكون هي اللي ارتكبت الجريمة. أو لا لا، أنا رح أقول لك مين، ممكن تكون دينا. ليش دينا؟ ولك شو بيك رح تطلع لي كتفي؟ روح علي. لأن دينا آخر فترة تغيرت، ما عادت مثل قبل، طول الوقت ساكتة كأنها مخبية شي أو عارفة شي خطير أو ما بتقدر تحكي، طول الوقت عم تفكر. بس يلي قاموا بالجريمة اثنين مش واحد، وانتي وواحد منهم. لا يا بي، أنا بريئة، أنا بريئة، أنا مع الحكومة، أنا بس بخوفهم ما بيطلع من أمري شيء. صدقني أنا مرة مسكينة درويشة عايشة كل يوم بيومه، حتى سأل الجيران ولا حدا بيشتكي مني. أنا رح أقول لك إذا اثنين، أنا بقول هايدي هي الراس المخطط واللي نفذ الجريمة، محمد عباس. ما بعرف هيك حاسة، عندي شعور داخلي بقول إنه هايدي ومحمد عباس هن اللي قاموا بالجريمة. شو الدليل اللي عندك؟ يا عمي أنت منظرك مش عاجبني. أنا سمعت هايدي بالبرام عم تحكي مع واحد كريم شفرة وتقول له كيفك أنت ملا أنت، وقال عم بيقولوا صار عندك أولاد، وكانت عم تتفق معه وتقول له هايدي أمي بتعتل همي. من شو بدها تعتل همها لو ما عامل شيء؟ حتى ما حدا يشك فيها، خلت محمد ينفذ الجريمة. هيدا اللز بعرفه يا بي، والله بعرفه. راحت عليك يا درة، وين كنتي وين صرتي؟ الله لا يسامح اللي جرجرني على التحقيق. ما أنا عطيني. طيب لكن رح أعطيك اسمين تمشي حالك فيهم لكن تتوضحي بالرؤية. عم لعبك أنا؟ لا لا حضرة الملازم، مجوز حضرتك، عينيك حلوين. طيب طيب اوكي اوكي، معقول المشتبه فيهم اللي ورطوني رفيان وحنان او مروان ودينا؟ والله ما بعرف، ضايعه. انا بشك فيهم كلهم واحد واحد. بس عندي سؤال نسيت اسالك، شو هي الجريمه؟
شو اللي صار؟ جريمة فنية، اثنين من الطلاب ارتكبوا جريمة، ما كانوا قد المستوى هالأسبوع. إيه ما تقول هيك من الأول يا حضرت المحقق، إلك عين تشك بدرة، يا حيف، أنت كنت سؤال بلا ضرب، أنا بعرفهم، بعرفهم منيح، ورح أقول لك الأسماء. جاهزين يا حلوين؟ تعرفوا مين؟ المجرم الأول. كن منصفاً يا سيدي القاضي. إنه من الأول دينا. ولك روح علي يا عم روح. روح معرفنا شو الحقيقة روح. المجرم الثاني هلأ جاي. صالح هلأ ودرة راضي لما صار الأمر معلق بإيدين القاضي. سوري تو ليت. إنه من التاني رافائيل. يا عمي روح صدقت أنا مريضة يلا فكري أنا درة ما بستاهل اللي صار معي. سكوت. أنا بريئة يا بيه والله بريئة أنا ما عملتش حاجة أنا بريئة ينعن أبو هالعلقة ولك